أعتقد إنه كل الأطراف محتاجة الهدنة. يعني مفيش طبعا على الأراضي الفلسطينية مفيش طرف محتاج الهدنة والطرف التاني مستغني، كل الأطراف محتاجة الهدنة. الكيان الصهيوني المحتل الأراضي العربية طبعا محتاج هذه الهدنة، المقاومة الفلسطينية محتاجة الهدنة، الولايات المتحدة الأمريكية لازم تبقى محتاجة الهدنة، لازم. مصر بالتأكيد تسعى لأجل هذه الهدنة، قطر بالتأكيد تسعى لأجل هذه الهدنة. كل الأطراف سواء إذا كانت الأطراف الفاعلة أو الوسيطة أو التي لها كل ناقة وكل جمل، زي ما بتقال، عارف بيقول لك إيه، لا ناقة لا ولا جمل، لا إحنا في مصر لنا كل ناقة ولنا كل جمل، دي قضيتنا المركزية. الكل يحتاج هذه الهدنة. طيب علشان تتعمل هدنة حقيقية ومستقرة وإنها تاخد وقتها الكامل دون أي خرق من أي جانب، ده بيحتاج مجهود مضني. عارف كلمة مضني اللي هي كلمة معبرة جدا، مضني شديد التعب. والوسيط المصري أو الطرف المصري أو المفاوض المصري بيبذل جهد أكبر بكتير من خيالنا كلنا دون أي استثناء واحد، جهد مهول في توفيق وجهات النظر بتاعة الكل والجلوس مع كافة الأطراف عشان نقعد على الترابيزة ونتفاهم. طيب يصل لمصر وفود حماس، وفود قطر، وفود الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف هذه المباحثات. طيب يا ترى هل ترى ما المتوقع من هذه المباحثات؟ ما هي عوائق هذه المباحثات؟ وأيضا ما هي نقاط القوة اللي عن طريقها نقدر نوصل هذه المباحثات لنقطة النجاح، ويا رب نقدر نعمل هدنة قبيل شهر رمضان المبارك وتستمر لما بعد رمضان قدر الاستطاعة. معانا على التليفون دكتور وئام عثمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. الهدنة وهي أمر شديد الإنهاك لكل الوفود، وبالتحديد بالنسبة لنا بتبقى متعبة ومنهكة حتى نستطيع توفيق كافة وجهات النظر على أرضية مشتركة. هاخد من كلام حضرتك يعني بداية ونقول أن الهدنة يعني مطلب للجميع، الكل منهك، الكل في أشد الحاجة إلى هذه الهدنة الآن. يعني هبدأ بإسرائيل، الطرف العنيد في تنفيذ الهدنة على أرض الواقع، ونقول إن هناك انقسامات داخلية في إسرائيل فيما بين يعني الذي يشجب للحرب أو اليمين المتطرف الذي يشعل الحرب كلما يعني أرادوا تهدئة هذه الحرب، سواء على المستوى السياسي سواء على المستوى العسكري للجيش الإسرائيلي، سواء من خلال الخسائر الاقتصادية التي تمر بها إسرائيل. هنا أنا بدأت بإسرائيل ليتكون الطرف يعني المعارض للحرب، ولكن في هي عذرا المعارض للهدنة، وهي في أشد الحاجة إلى الهدنة الآن بعد خسائرها الاقتصادية، بعد انقلاب الرأي العام على الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أيضا الحكومة الأمريكية وبايدن في أشد الحاجة إلى هذه الهدنة، وخاصة في أعقاب انقلاب الرأي العام على بايدن، وخاصة ان احنا داخلين على انتخابات رئاسية وايضا التجديد النصفي للكونغرس. كل هذا واكثر، ايضا ولاية ميشيغان والكوتا او بنقول الكتلة العربية الامريكية، والتي كانت من اشد الاسباب الى يعني علو او اعتلاء الرئيس الامريكي في 2020 بايدن للحكم،
أيضا هناك يعني الجانب الفلسطيني يطرح طرح جديد من خلال توحيد الأجندة الفلسطينية واستقالة الحكومة الفلسطينية وإقامة يعني حكومة على المنتظر موحدة لجميع الفصائل. كل هذه الأمور هي عبارة عن تمهيد لإتمام الهدنة. أما على المستوى المصري فمما لا شك فيه أن الدولة المصرية يعني تحتمل مع حضرتك يا فندم. أي فندم تتحمل عبء المسؤولية الشديدة في يعني وقف إطلاق النار، ليس فقط بسبب العمق الأمني للقضية للدولة المصرية، ولكن تحملت مصر دائما على أكتافها التخاذل الدولي للقضية الفلسطينية وأيضا تردي الأوضاع الإنسانية، وأيضا تحمل المسؤولية الكبيرة للدولة المصرية في توفير الإعانات والمعونات التي راح ضحيتها يعني مؤخرا منذ أيام في مذبحة دوار نابلسي بسبب يعني الصراع وبسبب قصف المحتل لل يعني العزل وهم يستلمون المعونات. كل هذا وأكثر يرمي بظلاله على ضرورة تفعيل الهدنة التي هي مطلب إلى العالم كله، لأنه جميع الأطراف يريدون هذه الهدنة لمصالحهم الشخصية وأيضا لمصلحة الوضع الإنساني المتردي في فلسطين. طيب دكتور وئام، يمكن وانا بتكلم على انه الكل يحتاج الى هذه الهدنه، لانه ان استقرت الاوضاع على الاراضي الفلسطينيه حتى ولو بالهدنه هنجد انه بالتاكيد الوضع في البحر الاحمر او في جنوب البحر الاحمر بالتحديد في باب المندب هيبدا يهدى شويه. لا اضمن هدوءا على الاراضي اللبنانيه، لانه حتى اسرائيل بتتكلم انه وان وصلنا الى هدنه في غزه فهذا لا يعني ان احنا مش هنضرب لبنان، قد تهدا الامور على الجبهه السوريه الى اخره. لكن هل بتعتقد يا دكتور وئام انه الراي العام الداخلي لدى الكيان الصهيوني منقلب بالفعل على ذاته ضاغطا من اجل الهدنه؟ يعني اسرائيل كلها يمين، حتى اليسار اللي فيها يسار مضحك، يعني هم برضو مجموعه من المتطرفين، حتى برغم بعض التصريحات بعض المقالات اللي ممكن نقعد نقراها في أرتس الى اخره، لكن في النهايه لا يوجد حمائم في هذا الكيان. تعتقدي بالرغم كل ده من الممكن ان هم يكونوا ضاغطين علشان نوصل مع بعض لهدنة، ولا انه الوصول للهدنة يقع في جانب كبير منه على عاتق الجانب الامريكي؟ مما لا شك فيه ان العاتق الكبير على الجانب الامريكي، ولكن يظل الداخل الاسرائيلي هو يعني من يمتلك قرار هذه الهدنة. حضرتك بتكلمي عن الرأي العام الإسرائيلي، بالفعل هناك أو لابد من ممارسة الضغوط على اليمين المتطرف في إسرائيل بما فيهم الحكومة من أجل الرأي العام الإسرائيلي أو الشعب الإسرائيلي، بسبب بسيط أن هناك خسائر اقتصادية متتالية ومتردية في الداخل الإسرائيلي. إذا كنا بنقول أن أمريكا بتمتلك أوراق الضغط، ولكن ليس دائما أمريكا مؤثرة في إسرائيل. كان هناك استثناءات كثيرة، إسرائيل لم تنصاع إلى أمريكا بسبب يعني هنقول إشعال نار الحرب واستمرارية الحرب واستمرارية الخسائر التي يريدون تعويضها من خلال يعني المكسب الأخير للحرب. ولكن هناك ضغوط أخرى ممكن أن تعمل على إثارة الرأي العام من خلال الضغوط الاقتصادية، وهنا يعني بنقول أن هناك أيضا دور للاتحاد الأوروبي في هذا الموقف، مما لا شك فيه أن هناك كتلة تأثيرية سواء فرنسا سواء بريطانيا من خلال الأوراق الاقتصادية ومن خلال التردي الاقتصادي الإسرائيلي ومن خلال تردي الأوراق البورصة الإسرائيلية مؤخرا ومحاصرة النظام الإسرائيلي حتى ينصاع إلى الهدنة. مما لا شك فيه أن الهدنة هي
في صالح المجتمع الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي، وإحنا بنقول شعب الإسرائيلي بنقول إنسانيات الأمر، ليس فقط للفلسطينيين التي أو فلسطين أو غزة أو الدماء الأطفال والنساء، ولكن أيضا هو سلام للجميع. فهناك أوراق كثيرة يمكن أن تستخدم في على طاولة مفاوضات الهدنة في الأيام القليلة، وخاصة أن إسرائيل كما نعلم أنها ليست صاحبة عهد، فيمكن أن بعد إنجاز الهدنة وبعد إتمام الهدنة وبعد المضي قدما على إتمامها ممكن في أي وقت أن هي تخترق هذه الهدنة. ولكن يعني أوراق الاقتصادية والتردي الاقتصادي الإسرائيلي ودخول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحقق هذه الهدنة وممكن أن يحقق التأثير على الرأي العام الإسرائيلي. طيب أنا برضو يعني بفكر مع حضرتك برضو في صوت عالي في النهاية، إنه الاتحاد الأوروبي لا يفعل شيء دون أخذ المباركة أو الموافقة أو المبادرة من واشنطن أولا، ده اللي عهدناه لسنين طويلة جدا من ناحية. من ناحية تانية أمريكا داعم اقتصادي لإسرائيل، مالي لإسرائيل ومستمرة في تقديم المساعدات، داعم سياسي لإسرائيل ودي موقفها في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وداعم على مستويات التسليح واللوجستيات. ف ايه اللي ممكن نعمله؟ يعني انا من الناس اللي مؤمنه بانه الامريكان لو خدوا القرار هيوقف بمنتهى البساطه، هو لو قرر يبطل يعمل مساعدات ماليه واقتصاديه وعلى مستوى التسليح للصهاينه فخلاص هيوقف، لكن هو ما بيعملش كده. ايه اللي ممكن نفكر فيه مع الامريكان او في اتجاه مفاوضاتنا مع الامريكان بحيث ان هم يفعلوا قرارات من شانها ان اسرائيل توافق على الهدنه؟ أولا تحريك اللوبي العربي الأمريكي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التأثير على الانتخابات الأمريكية القادمة، مما لا شك فيه. ذكرت من شوية ميشيغان عندها قوة تصويتية كبيرة للعرب الأمريكان بداخلها، لابد من تحريك تلك القوة. بنشوف الآن يعني على شاشات القنوات منذ قليل مظاهرات حاشدة للرأي العام أو المجتمع الأمريكي ضد إسرائيل ومع فلسطين من أجل حقن الدماء النساء والأطفال. هناك زي ما بنقول معادلة قوية، أولاً الانتخابات الأمريكية وتردي فرص بايدن للفوز مرة أخرى بمنصب رئيس الجمهورية لحالته الصحية، وبالإضافة إلى المعارضات الشديدة لتأييده لإسرائيل وتأييدها. فأظن أن الانتخابات الأمريكية وفي حاجة إلى هدنة داخل الأراضي الفلسطينية وداخل غزة من أجل إتمامها على يعني على الوتيرة التي يرضاها أو في صالح بايدن. هذا عن أمر. الأمر الآخر عن الجانب الاتحاد الأوروبي، فشفنا أن هناك تقارب شديد فيما يعني في الأيام السابقة فيما بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية بشأن قضايا عديدة، تمام، منها قضية الهجرة غير مشروعة، مما لا شك فيه أن الدول الأوروبية تحتاج إلى السلام الدائم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية على المستوى العالمي والأزمة الاقتصادية العالمية. هناك قضايا مشتركة في السياسات العامة للدول الأوروبية أظن أنها يمكن أن تفعل في الأيام القادمة، ولكن زي ما حضرتك قلت بتحالف أمريكي أوروبي مصري على أرض الواقع من أجل تلاقي المصالح المشتركة. زي ما حضرتك ذكرت فوضى البحر الأحمر واشتعال البحر الأحمر وتوقف، يعني بنقول توقف التجارة واشتعال الأسعار وتضخم والأزمات الاقتصادية، كل هذه الأمور نحن نعلم جيدا من وراءها ومن يشعل هذا الأمر من أجل استمرارية الحرب. ولكن هناك مصالح شخصية أو مصالح خاصة للولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، هناك مصالح للدول الأوروبية في عدم تجدد الهجرة غير الشرعية وتهديد الدول الأوروبية، هناك مصالح لكل طرف زي ما بدأنا كلامنا لابد أن هو بيؤكد على إتمام هذه الهدنة. وهناك بارقة أمل للهدنة لأن الترتيب المسبق لهذا الاجتماع في القاهرة
بيؤدي إلى تغير لهجة صانع القرار الأمريكي نحو الهدنة. هذا أمر. الأمر الآخر، الكل الآن ينصاع إلى حلول يعني مؤتمر القاهرة أو اجتماع القاهرة للسلام الذي بدأه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجموعة الحلول التي تم طرحها على من في هذا المؤتمر الآن يعاد صياغتها مرة أخرى من أجل إتمام الهدنة. بنعود يعني بيعود الأمر كله في كل مرة إلى ما قالته مصر، إلى ما يعني ما تقترحه مصر، لأن مصر يعني وثيقة الصلة بالقضية الفلسطينية. صحيح. ليس القرب الجغرافي فقط، ولكن هي قضية تحملها على عاتقها يعني طوال السنوات السابقة وفي هذه الأيام التي نعيش فيها الآن. فبإذن الله هناك بارقة أمل يا رب يا رب. والله اشكرك جدا يا دكتور وئام، كل الشكر دكتور وئام عثمان استاذ العلوم السياسيه بجامعه بورسعيد.